His Excellency the President of the Republic of Egypt, عبد الفتاح السيسي. صباح الخير، صباح الخير، تفضلوا استريح، تفضلوا. World Youth Forum under the auspices of His Excellency President عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيدات والسادة والحضور الكريم، السلام. اسم الله الذي جعله نعمة لنا، في ظله تزدهر الحضارات وتنعم الأمم بالاستقرار ويصنع المستقبل في إطار من المحبة والتسامح. من هنا، من أرض السلام، من مدينة شرم الشيخ الرائعة، وفي أول الجلسات العامة لمنتدى شباب العالم World Youth Forum في نسخته الثانية 2018، سنتحدث عن قضية إحلال السلام في العالم ودور القادة على كافة المستويات في الحفاظ على استدامته. وإذا تأملنا خريطة الصراعات في العالم نجد أننا أمام قضية هامة وغاية في الأهمية، ويحتم علينا هذا الكم الهائل من الحروب والصراعات التي خلقت آثاراً إنسانية سيئة أن نقف وقفة مع النفس ونضع تصور واضح وآليات محددة لبناء السلام واستدامته. اسمحوا لي في البداية أن أقدم ضيوفنا الكرام المشاركون في إدارة هذه الجلسة وفي إثراء هذا الحوار. صاحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، رئيس المجلس الأعلى للتنمية للشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. مساء الخير يا فندم. يا هلا وسهلا. السيدة ماجدولين إنشيرني، وزيرة الشباب والرياضة في الجمهورية التونسية. مساء الخير. السيدة روز ماري مبازي، وزيرة الشباب والرياضة في جمهورية رواندا. Hello dear. السيد بيريك إيرن، نائب وزير التنمية الاجتماعية في جمهورية كازاخستان. السيد تيجنوار جاتو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والسيد أحمد رافع الهنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشافية. أهلا وسهلا. أحب أن أنوه أن مدة هذه الجلسة 90 دقيقة، على أن يتم إجابة إن شاء الله كل استفسار في غصون 5 دقائق، ونبدأ جلستنا حالاً. لكن دعونا في البداية قبل أن نبدأ الجلسة أن نشاهد معاً فيلماً تسجيلياً عن دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام. Peace continues to be of a main concern to everyone in the world, whether being a leader or being ruled. I mean, people everywhere in the world want peace. We, human beings, are in search for peace. Our human nature is our overriding need for security and stability. Until some parties have decided to use force rather than choosing peace for the sake of fulfilling their own interests.
طبعا كان ذلك واضحا حسب الخبرات والتجارب التي مررنا بها العصيبة بالنسبة للبشرية ولها الحروب العالمية التي حصدت آلاف وملايين الأرواح وأيضا الاستعمار التي تغتصب حقوق الناس والسلام. وحتى هذه اللحظة يسعى العالم جاهدا تجنب تراجيدات وأحداث أليمة من ضمنها الحرب العالمية الثالثة. وفي ظل تكنولوجيا المعلومات يمكن ألا نتمكن من احتساب الخسائر على أرض الواقع، ولذلك فإن السلام هو المفهوم الشامل الذي يضمن طفولة سعيدة ومستقرة لكل الأطفال في العالم بدون الخوف. السلام هو فرصة سانحة أمام كافة الشباب في العالم بحثا عن التنمية والتطور وعالم أفضل. إن طريق القادة هو السلام، وعليهم أن يتبعوا هذا الطريق حتى يتمكنوا من توفير حياة أفضل لشعبهم. إن عالمنا يخرج يوما بعد يوم من قادة يرغبون في السلام وحاربون من أجله. نحن غير راضين ولن نكون راضين حتى نتمكن من إحلال العادات والقيم السلام والتقوى. املأوا الأرض والفضاء بتسابيح السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر، اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال، وإرادة الشعوب هي من إرادة الله. Struggling reminds us. يذكرنا الكفاح أن البحث عن السلام كان هو أيضا ودائما أصل البشر، كما أن الكفاح يذكرنا ألا نرتكب نفس الأخطاء بنفس الطرق ونتوقع نتائج مختلفة. لن يتم إحراز أي تقدم أو تنمية بدون السلام، ولن يكون هناك أي حياة إنسانية في غياب السلام. من هم قادة السلام في عالمنا؟ وما هو الطريق الذي يسلكنا إلى عالم متوافق مع طبيعتنا البشرية وينتهي بنا إلى السلام؟ سنظل دائما نبحث عن السلام فعلا. عودة لجلستنا، أوجه سؤالي الأول لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. طبعا انت نموذج ناجح جدا للشباب، قدوة، وفي نفس الوقت انت قائد، فعايزين نعرف تصور رؤيتك الشبابية عن بناء السلام. اولا اسمحي لي في البداية سيدي فخامة الرئيس، اخواني واخواتي من شباب العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اود ان اعزي مصر واعزي جميع المحاربين من اجل السلام بهذا العمل الجبان السافر الذي لا يترجم إلا النوايا الإرهابية، وهي استخدام دم الأبرياء للتقرب من الله، وهذا هو الخطأ الكبير الذي يترجمه هؤلاء الإرهابيون. وثانيا قبل جوابي على هذا السؤال العظيم، نحن في بلد لا يحق لنا أن نعلم المصريين معنى السلام والتعايش. أنا لا أبتدع الكلام، أنا تمنيت أن هذه النقطة تثار، لكن الحق يجب أن يقال. مصر أيام الزمن الفرعوني وبالأخص في زمن الملك رمسيس الثاني بحروبه الكثيرة وبانتصاراته الكثيرة وبالذات الكر والفر والهزيمة والخسارة والانتصار ضد الحيثيين، تمكن الملك رمسيس الثاني بالانتصار ضد الحيثيين رغم خسائره الكبيرة، ولم تأخذه نشوة الفوز ونشوة الانتصار وثم يذهب إلى القضاء على الحيثيين بأجمعهم، بل
اتفق مع القادة الحيثيين أن يوقعوا أول اتفاقية ومعاهدة سلام في تاريخ البشرية. والإثبات على ذلك هذه الاتفاقية موجودة الآن نسخة طبق الأصل منها في مقر الأمم المتحدة اليو أن. ولا أعتقد في صياغة هذه الاتفاقية، مع احترامي لجميع المحامين اليوم، أن يستطيعوا أن يصيغوا شيئا بهذه الدقة وبهذه الاحترافية. فهذه هي مصر الحقيقية، وهذه هي مصر كما كانت وما زالت ولن تزال إن شاء الله. أما بالنسبة للنظرة الشبابية فنحن نختصر على 3 نقاط رئيسية محورية في إدامة السلام ومحاربة التطرف وإلى آخره. هي بسيطة سيدي الرئيس، هناك 3 نقاط رئيسية: الأمن والرواية الوطنية الإيجابية وصناعة الأمل ذات المصداقية العالية. جميعنا نعرف هذه النقاط، وجميعنا نعي مدى أهمية هذه النقاط. لكن هناك مقارنات. عندما أقول الأمن وأشدد على الماضي وسهولة صناعة الأمن الماضي، في الماضي كنا نبني الأسوار والقلاع وهذا هو كان الأمن، وكنا نقفل المدينة وتصبح المدينة آمنة، ومن يخالف داخل هذه الأسوار يقطع رأسه. فهذا كان معنى الأمن في السابق، وتطورت الأمور إلى أن التهديد أصبح داخل هذه الأسوار. التهديد أتى داخل بيوتنا، التهديد والخطورة والرسائل الغير واضحة والأخبار الزائفة أصبحت في مخابينا، في جيوبنا، في هواتفنا الذكية وإلى آخره. كانوا الناس يبعدون من المجالس الذي لهم رأي غير صائب، ولكن الآن دخلوا في بيوتنا عن طريق الأجهزة الذكية. فمعناته اليوم يجب أن احنا نواجه الأمن بطرق جديدة وابتكارات جديدة وبطرق غير اعتيادية. وثانيا الرواية الوطنية. فخامة الرئيس، أنت عندك رواية لشعبك المصريين، وروايتك للشعب المصري أن لا مستحيل في مصر. أنا راح أقول لكم ليش ما في مستحيل في مصر. هناك أمثلة كثيرة وهناك نجاحات كثيرة، وكلما ازددنا شرف بمقابلة فخامة الرئيس مع سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الله يحفظه، إلا أن احنا نبتهج بمشاريع فخامة الرئيس الجديدة. أما بالنسبة للا مستحيل فهي الآن أمامكم، أمام نصب أعينكم، وصل فخامة الرئيس إلى أن يبني مدينة فوق الجبال لأول مرة في مصر، وهي مدينة الجلالة إن شاء الله مستقبلا في القريب. فلا مستحيل لهذا المنطلق. وكما أود بعد أيضا في قيادتنا الرشيدة، هناك أمثلة كثيرة وروايات كثيرة صبت في عقولنا حتى أن أصبحت الآن نمارسها بشكل يومي ونثق بها. أما بالنسبة للأمل ومصداقية الأمل فهي واجب علينا أن نتكاتف ونتعاون، ويكون هناك مصداقية لصاحب هذا الأمل. والأمل هو ماذا؟ أن اليوم كان أفضل من أمس وبكرة أفضل من اليوم. إذا كنا ماشيين على هذا المنطلق فنحن إن شاء الله بخير، وهذا هو المنطلق وهذا هو المطاف. لأن قادتنا وعلى أمامهم وفي هذه رأس الحربة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشكرا. أشكرك. مسز ماجدولين، عايزين نعرف دور الحكومات
في إرساء، يعني دلوقتي الحكومات بتعمل دور فعال جدا طبعا لإرساء ودعم التعايش المشترك. إيه هو دور الحكومات في بناء يعني بناء السلام؟ عسلامة أصحاب الفخامة والسمو، أعزائنا من الشباب القادمين من جميع أنحاء العالم، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في بداية مداخلتي بأن أتوجه بأسمى عبارات التقدير والاحترام لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي على دعوته الكريمة لفخامة رئيس الجمهورية التونسية السيد الباجي قايد السبسي الذي يبلغ الجناب تحياته الأخوية. فخامة السيد الرئيس، سأستهل هذه المداخلة بالبعض من كلمات سيادتكم في اختتام منتدى السابق لشباب العالم، حيث قلتم إن نظرة واحدة على هذه القاعة وتفحص ذلك التنوع الإنساني والثقافي والحضاري كفيل بأن يبث فينا جميعاً الأمل ويبث فينا الثقة بأن البشرية ما زالت قادرة على تحقيق الحلم في السلام. والحديث عن دور الحكومات في بناء السلام واستدامته يبدأ من هنا، يبدأ من خلق حوار مجتمعي يكون الضامن لجدول استراتيجيات ولتنفيذها، ويجعل من الاختلاف التنوع، الإبداع والقبول والإثراء. إن بناء السلام لا يتأتى إلا بإرساء ثقافة السلام، لأن السلام ليس بنية نهائية، إنما ثقافة السلام تجعل منه بنية ديناميكية تقوم على الحوار وعلى المقاربة التشاركية بين المؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني. ومثل ما نلاحظ فإن أشكال الحوار قد تطورت وآلياته، خاصة بتطور الآليات التكنولوجية وبفضل أيضاً آليات التواصل الاجتماعي، حيث قضايا السلام أصبحت من أكثر المشاغل متابعة واهتمام، وقد سمح هذا العالم الافتراضي بالاطلاع ومعاينة ما تعيشه الإنسانية من ويلات جراء النزاعات والحروب وتناول الوعي بما تفرزه من انتشار غير مسبوق لخطاب الكراهية والتطرف والعنف. ولا شك في أن الشباب له القدرة على التملك لهذه الوسائل وعلى القيادة لمسارات التغيير، وبذلك تصبح قضايا الشباب قضايا أمن شامل. تحدثت عن ذلك لأؤكد على ضرورة رعاية الحكومة للشباب لبناء السلام. المرافقة، الإنصات إلى المشاغل، والتشريك في صنع القرار، وعدم الزج بالشباب في النزاعات والحروب وخطابات الكراهية ومتزلقات الاستقطاب في مسالك التطرف والعنف. وهكذا تكون أفضل وسيلة لتمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً، ويكون صمام أمان لنشر ثقافة السلام في أوساط الشباب وتوجيه طاقاته لإعلاء القيم الكونية السامية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030. سأتحدث عن تجربة تونس في منحها جائزة نوبل للسلام في 2015 للرباعي الراعي للحوار، حيث أن هذا الرباعي يتكون من الجانب النقابي الممثل في الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وهيئة المحامين. وهذا يعد اعترافاً بريادة التجربة التونسية في إدارة الخلافات وفض النزاعات، أين تتحد مختلف مكونات المجتمع المدني وهياكل الدولة بحكومتها والقطاع الخاص، بعيداً عن خطابات الكراهية والتطرف والعنف. ولأن الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن كما نص عليه الفصل الثامن من الدستور، وبمبادرة من سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تم تنظيم الحوار المجتمعي حول شؤون الشباب. وبذلك إن ما يعيشه شباب العالم اليوم من تجربة نموذجية من خلال مؤسسة الحوار يمثل أحسن تجسيم لدور مختلف الحكومات وقادة العالم في بناء السلام، وذلك من خلال نشر ثقافة السلام الذي يعتبر الضامن الأساسي للاستقرار والاستدامة. فلا بد من بلوغ حلم السلام من خلال عمل الحكومات
على وضع سياسات شبابية تقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان وتساهم في تثمين دور المرأة وتشريكها لنضمن تمكين مختلف الأجيال في نشر ثقافة السلام. شكراً. أشكرك. بمناسبة المرأة ودور المرأة، Mrs. Rosemary would like to know. السيدة روزماري نواد. تشكل نصف المجتمع، فلماذا لا تشكل نصف الحلول؟ يعني حدثينا أكثر عن محورية دور المرأة في بناء السلام ورؤيتك لسبل تمكينها. Thank you very much. شكرا جزيلا. أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس على دعوة الرئيس من أوغندا الذي لم يتمكن من الحضور، ولكن يسعدني أن أمثله وأشكركم على تنظيم هذه الفعالية الرائعة. هذه هي المرة الثانية التي أحضر فيها هذه الفعالية وتعلمت الكثير من هذا المنتدى. إنها عبارة عن منصة يزود قادة المستقبل فرصة لمناقشة المستقبل وأيضا التنمية المستدامة التي لن تتحقق بدون السلام. أود أن أثني على ما فخامة الرئيس على العمل الذي تقوم به فخامتكم. لقد سألتني سؤالا وجيها، ألا وهو أن نصف السكان من النساء في العالم، ولكن يعتقد أنه أكثر من 50%، وهذا يعني ضمنا أن حلولا يتعين أن أيضا تكون أكثر من نصف التحديات. كيف للمرأة لم تشارك بكامل طاقتها في اتخاذ القرار وأيضا اتخاذ القرار في حياتها؟ في معظم الحالات نرى أن القرارات التي تتخذها 50% من السكان تؤثر المرأة والأطفال، مما يؤدي بنا إلى أن نكون في وضع الضحية. وسأسوق مثال من رواندا، حيث أنها دولة خرجت من صراعات وآلام كثيرة لا تقتصر فقط على النساء ولكن الرجال أيضا، إلا أن النساء والأطفال كانت أفضل، حيث أن العواقب الوخيمة والقرارات اتخذت بدون وجود المرأة على طاولة المفاوضات. يتعين إشراك المرأة عن عمد، إنها جهود متعمدة ينبغي أن تهتم بها الحكومات، ليس فقط لسبب أنها من حقوق الإنسان ولكنها من الضرورة بمكان نقوم بذلك من الناحية الاقتصادية. ولذلك هناك حالات كثيرة زجت بالمرأة في فظائع. لقد كان المجتمع كان يتضمن عدد كبير من النساء والأرامل والأطفال بدون وجود الرجال بسبب المجازر التي حدثت، حيث ركز الرجال على القتل. وفي هذه الحالة انتهى بنا الأمر أن المرأة كانت تلعب دورا كان في العادي من الرجال، بحيث أصبحت المرأة رعية للأسرة المعيشية. والآن أصبح علينا أن نشرك هذا الجزء من السكان الذين يربون على أكثر من 50%، ولذلك عاد علينا إشراك المرأة بالكثير. الآن المرأة ممثلة في البرلمان بنسبة 61%. شكرا جزيلا. وعلى نطاق العالم المرأة تمثل 21% و24% في أفريقيا، حيث أن هذا حق المرأة، بالإضافة إلى ذلك أن لديهم القدرة على القيام بذلك، بالإضافة لتحقيق العدالة في المجتمع. ثانيا، في مجلس الوزراء تم انتخاب مجلس وزراء منهم 50% من النساء 50% من المرأة، ونرى أيضا مثل نفس التحركات في نفس الاتجاه من أثيوبيا، حيث المرأة تتبوأ مراكز الصدارة واتخاذ القرار. إن المرأة هي التي تعطي الحياة، وهم أيضا قادرين على الخروج بقرارات سليمة في المجتمع. نحن نتحدث عن 1994، انخرط عدد كبير من الناس في ارتكاب المجازر، لم يكن لدينا سجون كافية لاستيعاب هؤلاء المرتكبين، ولكننا استخدمنا الطريقة التقليدية التي يطلق عليها تشاتشا، ألا وهي الحشيش الذي نجلس عليه لمناقشة التحديات التي نواجهها في المجتمع.
المجتمع، وهذا بالفعل عاد علينا بالفائدة. غالبية الناس كانوا من النساء، ولكننا راهنا على الثقة وأيضا على نزاهة هؤلاء النساء من المجتمع الذين كان عليهم أن يلعبوا دورا يتمثل في دور القاضي التقليدي، والذي لم يكن دورهم في الأساس. لقد رأينا بالفعل المرأة تشارك في اتخاذ القرار. لدينا أكثر من 40% من النساء يعملون في القضاء، وأيضا من بنات السلام، وأيضا هناك نساء يدخلون في عمليات الوساطة، كما أننا دخلنا في عملية وساطة كان من ضمنها المرأة. لدينا أيضا المرأة في الإدارة المحلية وفي قطاع الخاص. علينا أن نسعى جاهدين لأن يكون المجتمع شاملا يشمل الجميع، المرأة والشباب، لأن الشباب يمثلون نسبة كبرى من السكان. أعتقد أن المرأة بصفتها أم، نحن حريصين للغاية على بالفعل طرح القيم الخاصة ببناء السلام ونقلها إلى الأجيال القادمة. إن هذا لا يتمثل في حاكم فقط، بل علينا أن نسعى أن تكون سياساتنا سياسات شمولية. وشكرا جزيلا. مستر باريك، نود أن نعرف من سيادتكم، الهدف الأساسي من عملية بناء السلام محاولة منع تكرار العنف من خلال معالجة أسباب الصراع. على من تقع مسؤولية معالجة تلك الأسباب؟ على سؤالك، أولا وقبل كل شيء أود أن أنقل تحياتي رئيس بلادي وشكره على دعوتنا، ونقل شكرنا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوتنا على المشاركة في هذا المنتدى. وهذا المنتدى يعد فرصة عظيمة لتبادل الآراء والأفكار بشأن بناء السلم ومواجهة التحديات الكبرى لعصرنا الحديث. ولإجابة على سؤال سيادتكم، فإن الهدف من السلام هو ضمان الرخاء في القرن 21 لكافة المجتمعات الإنسانية، وكافة هذه المجتمعات تتطلع إلى إحلال السلام وفض المنازعات المنتشرة بطريقة سلمية. وفي هذا الصدد أود أن أشارككم مبادرتي كازاخستان في هذا الخصوص. اليوم كازاخستان ورئيسها السلطان بازردان اتخذ مبادرة مهمة من أجل تعزيز الحوار وتعزيز الانسجام في المجتمع. فالناس يسعون إلى التواصل فيما بينهم والتلاقي رغم اختلافاتهم العقائدية والثقافية. ومن ضمن هذه وفي إطار هذه المبادرة قمنا بمخاطبة المجتمع الدولي، وفي شهر أغسطس أعلنا يوما عالميا لإحلال السلم. ونحن أيضا قمنا بالدعوة لعقد سلام لبناء وإحلال السلم وتعزيز التعاون وتعميق الثقة بين مختلف المجتمعات وإحلال وتحقيق الاستقرار الإقليمي. وأصبح ذلك مكونا موثوقا به على مستوى البلدان المختلفة لمكافحة الإرهاب، وذلك بمبادرة رئيس كازاخستان في سبتمبر 2018 في الأمم المتحدة. وقد أطلق رئيسنا وثيقة مهمة، الهدف الأساسي منها يتمثل في الالتزام بالتعايش بلا وتحرير المجتمع الدولي من الإرهاب. وعمل رئيس
قزاقستان في ابريل 2016 بعمل على حرص على المشاركه في مؤتمر الامم المتحده ضد الارهاب. والفكره الاساسيه هو ان رؤساء العالم هم المسؤولون عن سلامه الجنس البشري وحفظهم من ويلات الحروب. وقام رئيس كازاخستان بإطلاق منصة عالمية أيضا للتواصل بين الحضارات. ولقد حرص الكونغرس على التنويه بجهود رئيسنا فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الدولية. وفي أكتوبر تم عقد مؤتمر دولي للتواصل بين الأديان. وفي هذا الصدد أود أن أحيي رئيس جمهورية مصر العربية، وأحيي أيضا إمام الأزهر على مشاركته النشطة في هذا المؤتمر. إن مجتمع كازاخستان هو نموذج منفرد للتناغم والتوافق والتعايش السلمي. وكازاخستان بالفعل تصلح أن تكون مثلا يحتذى على مستوى بلدان العالم. شكرا لك. نذكر بلدان مختلفة وبنذكر حاجة مشرفة جدا. Mentioning the UN, Mr. Tagnu, we would like to know وجهة نظرك كيف يمكن تفعيل سبل التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية من أجل بناء واستدامة السلام. أشكرك شكرا جزيلا. في البداية أود أن أشكر سيادة الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية، وأشكر الحكومة المصرية والشعب المصري على تنظيم هذا المؤتمر الهام، وخاصة أنه يتحدث ويناقش إحلال السلام. وبالإنابة عن السكرتير العام للأمم المتحدة، أود أن أعبر عن شكري وسعادتي بأن أكون جزءا من هذا الاجتماع الهام. نحن ننظر إلى السلام في سياقه العام، ويجب أن نفكر في السياق العام الخاص بالسلام والسياق الإقليمي. وماذا يعني السلام؟ فأصبح قاسما مشتركا للجميع. وماذا يعني السلام على في السياق الإقليمي في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث أن هناك مكونات مختلفة وفهما مختلفا وتحليلا مختلفا لعملية السلام. وإذا فإن السياق الإقليمي والعالمي وكذلك من منظور الأمم المتحدة، فإن إحلال السلام يتصاعد كما نعرف ويتقدم. ومنذ انتهاء الحرب الباردة فأصبح هناك خفضا كبيرا للنزاعات، وأصبح هناك استدامة للسلام في خاصة في نصف الكرة الأرضية. وكان هناك نزاعين متداخلين بعد انتهاء الحرب الباردة حتى عام 2010، ولكن بعد عام 2010 حيث أصبح هناك مساحة لخفض النزاعات في العالم، فكان هناك السعي لإحلال السلام، وهناك مساعي لإحلال السماء، ولكن تضاعفت النزاعات في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا وكذلك زيادة الأعمال العنف على مستوى العالم. معظم هذه الأعمال أصبحت أعمال داخلية وكذلك بمساعدة عوامل خارجية. وبالتالي فإن منظمة السلام وهذه الجهود على المستويات الإقليمية والعالمية واللاعبين العالميين وخاصة من الأمم المتحدة، فنحن نحاول إحلال السلام وجعله مستداما في مناطق النزاع، وخاصة في أن مناطق النزاع قد تحولت الآن إلى مناطق نزاعات داخلية بمساعدات خارجية. وتحاول الأمم المتحدة
أن يكون هناك منهجية شاملة وتعاون وثيق. وهذا المثال الذي تقوم به مصر هو مثال جيد لهذا التعاون الوثيق. كذلك فإن الأمم المتنازعة قد قامت بتغيير طريقة النزاع، ومعظم هذه النزاعات أصبحت الآن يتم أصبح هناك عوامل داخلية ولاعبين عوامل خارجية تغذي هذا النزاع الداخلي، وكذلك أصبحت هذه النزاعات مرتبطة بالتحديات العالمية مثل الأمن السيبراني وتحديات التغير المناخ والتحديات الأخرى التي يجب أن نأخذها في الاعتبار عندما نتحدث عن السلام. أيضا عندما نود أن نتحدث عن النزاعات وأن نتطرق إلى السلام، فبالتالي يجب أن نقوم بهذا بمنهجية وطريقة متكاملة، ولا نستطيع أن تكون الجهود مشتتة. كل هذه النزاعات لها أسباب متداخلة، حقوق الإنسان ومتغيرات كثيرة يجب أن نأخذها في الاعتبار، فهذا يتطلب منهجية شاملة. فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في عام 2016 قد أصدر القرار الذي يتعلق بمعالجة هذا الأمر، معالجة شاملة. هذه المعالجة الشاملة حتى يكون هناك سلاما مستداما، وأن يعزز التنمية الاقتصادية ويقلل من معدلات الفقر، وأن يكون هناك تصالح على مستوى عالمي، وكذلك بمساعدة المجتمعات الشعوب. وبالتالي فإن كل المجتمعات والشعوب قاموا باتفاق على أهداف الإنمائية للألفية، وهي هامة للغاية من أجل إحلال السلام. وعلى المستوى الإقليمي كما قلت، فإننا يجب أن نستطيع أن نقوم بإحلال السلام من على حسب كل حالة. فإذا ما نظرنا إلى الواقع الأفريقي في عام 2016، فإن أفريقيا كان لديها 11 نزاع من 20 نزاع دائر في العالم، وكان هناك مئات الآلاف الذين لقوا حتفهم، وهناك الكثير الذين تم تهجيرهم وترحيلهم من أماكنهم من بلادهم. وبالتالي فإن الهدف المستدام بحاجة إلى رؤية مشتركة ومهمة مشتركة، وكذلك التعاون ما بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. وهنا فإن الأهم أساس لإحلال السلام، ويأتي هنا هذا الاجتماع على بشكل أساسي وهام للمشاركة. فنحن يجب أن نعتمد على الأجيال الشابة، وهي القوة المحاربة وراء هذه النزاعات، وكذلك استخدام النساء أمر هام، والاستفادة من النساء في إحلال السلام وجعله سلاما مستداما، وحتى نستطيع أن نقوم بتنفيذ هذه المبادرات. من خلال خبراتنا في الأمم المتحدة، فقد اتضح أنه ليس هناك طريقا واحدا لإحلال السلام، ولكن يجب أن يكون هذا الطريق شاملا. وإحلال السلام واستدامة السلام لا يعني فقط خفض النزاعات والتخلص من النزاعات، ولكن معالجة كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع. فبالتالي يجب أن نقوم بمعالجة الأسباب الرئيسية للعنف والنزاعات، وكذلك أن لا نستطيع أن تكون الجهود مشتتة. يجب أن تكون جهودا موحدة وتقوم بالتركيز على نظام نستطيع من خلاله. وبالتالي فإن مصر ستلعب دورا كبيرا، وسيكون له دورا أساسيا في هذا الصدد. السيد أحمد رافع الهنداوي، عايز أعرف من وجهة نظر حضرتك إيه هي أبرز العقبات اللي ممكن تواجه عملية بناء السلام؟ شكرا جزيلا. دعني ألتقط الخيط مما انتهي إليه المتحدث. هذه المبادرة أن يعقد هذا المنتدى لمرة واحدة، فهذا جهد طيب. أن يعقد لمرة ثانية أو أن يستمر كتقليد، أنا أعتقد هذا نهج يجب البناء عليه ويجب جميعا أن نستثمر فيه هذا. فالشكر الجزيل لفخامة الرئيس وجمهورية مصر العربية. فيما يتعلق جهود بناء السلام، يمكن اللي بحب أستند إليه هو أكثر الأرقام، والأرقام اللي بتتحدث عن نفسها في كثير من الأحيان. في عملي مع الأمم المتحدة قبل الالتحاق بالمنظمة الكشفية العالمية كأمين عام، كان إحدى الجهود اللي قمنا فيها إطلاق تقرير التنمية الإنساني للمنطقة العربية اللي ركز على قضية الشباب، وتم إصداره في العام 2016. أدعو الجميع إلى قراءته. دعيني أقتبس بعض هذه الأرقام لتتحدث بالدرجة الأولى عن تحدي بناء السلام في المنطقة العربية.
المنطقة العربية والعرب إجمالا نحن 5% من سكان العالم، يعني العرب جميعا احنا فقط 5% من العالم. في سنة إعداد التقرير كان 57% من لاجئي العالم من المنطقة العربية، 67% من ضحايا الصراعات المسلحة كانت أيضا في المنطقة العربية. التحدي المركب اللي موجود في المنطقة العربية اليوم في موضوع بناء السلام هو تحدي حقيقي وماثل وحقيقة يترصد بالشباب بالدرجة الأولى. لذلك قضية بناء السلام والعمل على استرداد الشباب مرة أخرى لمساحات العمل العام هي قضية حاسمة جدا في موضوع بناء السلام. أنا دائما أستند إلى قرار الأمم المتحدة رقم 2250 مجلس الأمن اللي بتحدث عن جهود الأمن والشباب والأمن والسلام، اللي أعتقد وفر وثيقة هامة جدا للحكومات للمجتمع المدني للأمم المتحدة كيف يمكن أن تعمل على قضية بناء السلام في المنطقة العربية. اليوم عندنا فرصة ديموغرافية غير عادية غير مسبوقة حينما يأتي الموضوع على إشراك الشباب. المنطقة العربية اليوم 350 تقريبا مليون عرب اليوم عايشين في ثلثينهم تحت سن 30. بالمناسبة الرقم هذا مذهل لأنه إذا رجعت إلى العام 1970 سكان المنطقة العربية كلها كانوا 124 مليون. اليوم سكان المنطقة العربية تحت سن ال 15 مقادر يعني نفس عدد سكان المنطقة العربية سنة 1970. هذه طاقة بشرية هائلة، فرصة تنموية هائلة. وبالمناسبة حينما نتحدث عن مصر ودور مصر المحوري، واحد من كل 3 عرب اليوم مصري. مصري هي العمود الفقري للمنطقة العربية. لا يمكن بناء جهود السلام حقيقة إلا بهذا الدور الطليعة. ولذلك حقيقة وجودنا اليوم على هذه الأرض الطيبة بأرض السلام أرض شرم الشيخ، وجودنا لنقاش كيفية إدماج الشباب موضوع في غاية الأهمية. دعيني أتحدث عن بعض المؤشرات اللي رصدها التقرير أيضا واللي أعتقد يعني تتحدث عن تحدي بناء السلام في المنطقة العربية. التحديات التي يواجهها الشباب كما ذكرت مركبة. إذا نظرنا إلى قضية البطالة في المنطقة العربية هي الأعلى بين أقاليم العالم. البطالة في العالم اليوم بين الشباب 13%، البطالة بين الشباب في المنطقة العربية 30%. يعني احنا اكثر من ضعف المعدل العالمي. وبالمناسبة تقرير منظمة العمل الدولي يشير الى انه بينما جميع اقاليم العالم تتجه الى خفض نسب البطالة، الاقليم الوحيد اللي ترصد منظمة العمل الدولية زيادة البطالة فيه في السنوات المقبلة هو الاقليم العربي. وهذا يحتم علينا حقيقة ان نعمل بجهود مشتركة، لانه اليوم عندنا أنا أقول إنه شباب المنطقة العربية في القرن 21 هو النفط الحقيقي، لأنه المنطقة العربية في القرن 20 أتيحت إلها فرصة الموارد البشرية والموارد الطبيعية والنفط. أنا أعتقد النفط الحقيقي الذي يجب الاستثمار فيه في القرن 21 وهذه الشريحة السكانية، أكثر من 200 مليون شاب وشاب اليوم في المنطقة العربية. إذا نظرنا على التحديات التي تتعلق على خلق فرص للشباب العربي، لشاب عربي لكي يسافر إلى كل الدول العربية بالمتوسط هو أو هي بحاجة إلى 17 تأشيرة سفر. تخيلي هذه أقل نسبة أو أعلى نسبة للتحديات الموجودة للتنقل والموبيليتي للشباب العربي. هذه تحديات يجب التعامل معها بوصفها مؤشرات و يعني عقبات رئيسية أمام أنا أعتقد إطلاق طاقات الشباب. اللي بحب أتحدث فيه موضوع بناء السلام أكثر منه هو التركيز على الجوانب الإرهابية والعمل الإرهابي اللي أنا أعتقد هو مدان ويجب علينا أن ندمج الشباب في 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 العمل وإدانته بكل السبل، وأيضا إطلاق فرص للشباب اللي جل الشباب العربي اليوم هو من دعاة السلام من محبي السلام. أنا يعني ما حقيقة ما يؤلمني أحيانا هو النظر إلى الشباب وصفهم عبء على التنمية، النظر إلى الشباب وصفهم تحدي للتنمية، النظر إلى الشباب وكأنهم مشاكل ليسوا فرص. حتى وصلت الحال إلى أنه إحدى الحركات الإرهابية في المنطقة العربية سمت نفسها بحركة الشباب. يعني تخيلي تم الإساءة إلى اسم الشباب بشكل أنا أعتقد يجب علينا أن ندينه. وهذا المنتدى والنهج هذا الذي جميعا نستثمر فيه حقيقة يوفر فرصة إلى إطلاق هذه السردية البديلة اللي تحدث عنها سمو الأمير اللي متعلقة بالرواية الوطنية، الرواية التي تحث الجهود على الاستثمار بالشباب على إطلاق طاقاتهم في المنظمة العالمية الحركة الكشفية. وأنا سعيد اليوم أني حقيقة يعني
أعمل تصريح عام في بيخص المنظمة العالمية الحركة الكشفية اللي هي أكبر منظمة شبابية اليوم بخمسين مليون منتسب في العالم بمئة وسبعين دولة تعمل منظمة الكشفية. سعيد اليوم عبر هذا المنتدى أن نعلن أن المنظمة الكشفية العالمية قررت أن تعقد مؤتمرها الأكبر المؤتمر الكشفي العالمي 42 سنة 2020 هنا على أرض السلام في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، وسيكون هو المؤتمر الأكبر بتاريخ المنظمة الكشفية العالمية. وحقيقة رسالتنا اليوم هو أنه من هذه الأرض الطيبة، من هذه الأرض التي كما ذكر سمو الأمير التي تاريخ مصر وتاريخ جمهورية مصر العربية يركز على إطلاق طاقات الشباب والاستثمار فيهم، هذا التحدي اللي موجود أمامنا. أنا بتقديري الشباب فرص ليسوا أعباء على التنمية، ولإسنادهم في عملية بناء السلام يجب الاستماع لهم، يجب الإصغاء لهم، ويجب الدفع فيهم إلى مواقع القرار. رسالتي الأخيرة، الشباب قادرين على أن يكونوا في مواقع صنع القرار. معدل، أنا ذكرت أن الشباب العربي كم كبير، لكن متوسط أعمار الوزراء في المنطقة العربية، ولا أتحدث عن وزيرة السيدة شمة، لكن أتحدث عن متوسط الأعمار بشكل عام ما زال مرتفع. أنا أعتقد نرى نهج الآن إلى الاستثمار أكبر بالشباب، إلى دفعهم بمواقع صناعة القرار، وهذا التحدي الأكبر أمامنا واللي بعتقد المنطقة العربية وشبابها قادرين عليه. أشكرك سمو الشيخ ناصر. احنا عايزين نتكلم اكتر عن الرياضه، وللرياضه دور فعال في توطيد العلاقات بين الدول، فمن وجهه نظرك كيف يمكن للرياضه حل المشكلات والصراعات بين الافراد اذا كان داخليا او دوليا؟ والله انت ضربتيني على الوتر الحساس بالرياضه، فالرياضه لها افضال كثيره طبعا على المستوى الشخصي للشخص، انه هو كيف انه هو يجتاز هالتحديات ويضع لنفسه حواجز ويعني ينجز هذه النقاط أو هذه الأهداف اللي هو واضحة أمامه. فالرياضة تجعل من الشخص أنه يؤمن بقدراته، يؤمن بقوته، ويؤمن أيضا أن لها أفضال أكبر من فقط على مستوى الشخصي. هذه أنا من مجرد باب خبرة خذتها من كان مستوى شخصي إلى أن شفتها على مستوى وطني، ينفع البلد، ينفع المجتمع، ينفع الجميع، ويعكس الصورة الإيجابية أمام العالم ككل أن هذا البلد مهتم بشبابه وشاباته وكبار السن وصغار السن ومستقبل الناس وصحتهم. هذه الجانب الرياضي، ولكن نحن كمسؤولين رياضيين دائما ما نقول لا علاقة بالسياسة، الرياضة في شق والسياسة في شق، إلا أن يجب الاعتراف أن هناك علاقة وثيقة بين الطرفين. وأكبر مثال عندنا هو عندنا جميع أمثلة وعندنا جميعا قصص نجاح في كيف أن نحن نحل الصراعات عن طريق الرياضة وعن طريق النشاطات الاجتماعية وإلى آخره. لكن أنا إذا وجد الماء بطل التيمم. عندنا حفيد الراحل نيلسون مانديلا بالأمس كان يتكلم معنا عن إنجازات جده وكيف أنه هو كان سجين وكيف أنه هو طلع وكيف أنه هو عاصر وحارب، لكن تمنيت أنه ذكر نقطة مهمة وهي كيف حل الصراعات عن طريق المسابقات وعن طريق الرياضة وعن طريق المباريات وجمع الناس مع بعضهم البعض إلى أن التم الشمل ما بينهم البعض. فهذا مثال حي أمامكم، كان هناك نزاع كبير وصراع أكبر وتم إحلاله عن طريق الرياضة، ونحن عندنا أمثلة كثيرة. ولأن للأسف أصحاب المنابر وأصحاب الأفكار السيئة وأصحاب التطرف في الفكر هم يستقلون الشباب، هم يستقلون طاقة الشباب، هم يستقلون حاجة الشاب، يدعمونه ويدفعون له أشياء لا تذكر، ويقومون بإرساله وتوجيهه وإلى آخره. لكن إذا الدولة أشغلت الشاب بالنشاطات الرياضية وأشغلت الشاب بالرياضة وأشغلت الشاب بالجوائز والنشاطات والمسابقات، أكيد راح يلقى حل أفضل، لأن كشاب هو بطبيعة حال الشاب مليء
النشاط والحيوية يريد يفرق هذه الطاقة. فنحن عندنا في بلادكم مملكة البحرين أمثلة كثيرة، واتمنى انكم انتم تزورونا في مملكة البحرين وتشوفون هذه الأمثلة اللي احنا نقوم بها، ولكن هناك أمثلة جدا كبيرة في حل النزاعات والصراعات مثل ما ذكرت في كلمتي في تو. أشكر حضرتك، مرسي جدا، شكرا. مسز ماجدولين، يأتي دور القيادة السياسية في تحقيق السلام واستدامته من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات التي تدعم بناء السلام، فهل يقتصر دور القيادة السياسية على هذا أم يمتد إلى أكثر؟ أكيد عند الحديث عن دور القيادة السياسية فنحن نتحدث عن سياسة الدول، وخاصة في بناء السلام واستدامته، فإنه سياسة الدولة والقيادات السياسية تقوم على أربع ركائز هامة: التحول الديمقراطي، الإصلاح السياسي، السياسات الخارجية والسياسات العامة. التحول الديمقراطي هو أن القيادات السياسية لابد أن تكون لها من المهارة ومن الإيمان بالتغييرات ما يجعلها تواجه أي قوى رافضة للتغيير. الإصلاح السياسي، عندما نتحدث عن الإصلاح السياسي بالنسبة للقيادات السياسية فإنه هو بالأساس فتح باب المشاركة السياسية، الانتخابات، تقوية المجتمع المدني وتكريس حقوق الإنسان. وحديثنا على السياسة وعلى سياسة الدول فإنه وعند الحديث عن النزاعات وعن الحروب وعن السلام فإنه أكيد هناك السياسة الخارجية التي تمثل عامل مهم جدا، والسياسات الخارجية تتغير يعني بتغير الأحداث، لكن هي أيضا عامل إيجابي ومهم جدا لحسن بلورة سياسات الدول. السياسات العامة وهي أهم شيء بالنسبة يعني لمدى المرور أكثر بعد يعني استراتيجية بناء السلام والاستدامة، وهي من خلال تشبيك عدة قطاعات. عند الحديث عن السياسات العامة فإننا نتحدث عن السياسات يعني في المجال الاجتماعي، الثقافي، التربوي، يعني جميع المجالات، والتي أكيد من خلال هذه الركائز الأربع فإنه القيادة السياسية مطالبة بتنفيذ يعني استراتيجية بناء السلام، لكن أيضا بالأخذ بعين الاعتبار بهذه الركائز حتى يكون هناك ضمانات أكثر للاستقرار. أشكرك. شكرا. مسز روزماري، ثقافة الحوار وحدها هي القادرة على درء النزاعات التي تسعى لتدمير الدول وإشعال الحروب وتدمير الحضارات. متى يكون الحوار هو الحل الأمثل في حل النزاعات الدولية؟ شكرا جزيلا مرة أخرى. كما ذكرت أن الاتصالات من أهم العوامل بالنسبة للسلام المستدام، ونحن بالفعل التواصل والحوار هام للغاية. نحن جميعا كبشر نحتاج للتواصل ونحتاج للسلام أيضا، والسلام مثل أحد العناصر في بناء السلام، ولذلك حتى نتمكن من حل السلام نحتاج للتواصل، وعلينا أن نعثر أو نحدد سبب النزاع أو الافتقار إلى السلام، وهذا يعيدنا مرة أخرى الحوار. نحن جميعا نحتاج للتواصل المستمر، سواء كان ذلك في إطار الأسرة، المجتمع الإقليمي أو على المستوى الدولي. إذن علينا جميعا أن نتواصل، ولكن النزاعات تطرأ أو تحدث بسبب الافتقار إلى التواصل أو نوعية التواصل، مثلا حسب ما يخبره الأفراد بعضهم بعض. لذلك من أهمية المكان أن نحلل وأن نوفر منصة للحوار. أعتقد أن هذا المنتدى معني أيضا بالحوار، كيف يمكن لنا نتعامل مع التحديات اللي نواجهها، وكيف يمكن لنا أن نشرك الشباب في حل التحديات التي يعاني منها العوالم المختلفة التي عليهم أن يتعاملوا معها. إذن فالحوار هو من أهم العناصر، ينبغي أن يكون من منظور سياسي. أنا أعطيكم أمثلة من بلدي، بسبب النزاعات والصراعات التي عانينا منها
نحن الآن استخدمنا للتواصل والاتصالات على مستويات مختلفة بين القيادات والشباب. على سبيل المثال عقدنا جلسات قالت فيها الحكومة التي تعقد على مستوى ربع سنوين يلتقي فيها الرئيس مع الشباب. الجلسة يطلق عليها التقي بالشباب، إذا ما كان الطلبة التقي بالرئيس، رواد الشباب، المتطوعين، كل مجموعة من المجموعات لديها احتياجات معينة يتم تلبيتها من خلال الحوار. كيف يمكن لنا أن نتعرف على ما يواجه الناس إلا إذا ما تحدثوا مع بعض من بعض؟ ولذلك في غياب التواصل تتراكم وتتجمع الصراعات، في بعض الأحيان تنفجر لتصبح صراعا ضخما أو حتى حربا. ولذلك أعتقد أن التواصل والاتصالات من عناصر هامة للغاية، ولذلك خلال التواصل عليك أن تشرك الطرف الآخر، والمشاركة أيضا من عناصر الهامة. وأيضا نحتاج للتعاطف، بمعنى أن تضع نفسك في نفس الموقف الذي يقف فيه الطرف الآخر في النزاع. إذا ماذا كان يعني ذلك إذا ما كنت أنا في مكانه؟ أن تضع نفسك في موقف الطرف الآخر الذي يعاني من الطرف من الصراع. لقد انبهرت من خلال الشباب من مصر وأستراليا الطريقة التي عرض فيها أسلوب للترويج لبلده، وأيضا خلق موقع شوارع مصرية. كيف يمكن لنا أن نتعامل ونستخدم ونستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي للفوائد العامة؟ أينما تكون بصفتك شابا عليك أن تشعر أنك جزء لا يتجزأ من بلدك أو قارتك. نحن جميعا نقول أن الشباب هم قارة المستقبل، ولكننا أيضا نستمع إلى قارة القادة الحاليين أو قارة المستقبل. إذا ما كنت تود أن تحقق السلام المستدامة أو التنمية المستدامة، علينا أبني السلام الآن، وعلينا التواصل بطريقة فعالة، وأيضا نتجاوز حدود الخلافات بين والاختلافات بيننا. ولذلك في كافة العالم نحن نرى الروانديين الذين يؤمنون ببلدهم الجميلة. ولذلك خلقنا منصة يطلق عليها رواندا داي أو يوم رواندا. حينما يذهب الرئيس إلى أمريكا إلى أي مكان في العالم، يجمع المواطنين ويتناقشون بشأن التحديات التي يواجهونها، ويسألهم عن كيفية التصدي إليها. وفي رواندا نعقد الحوار الوطني في كل عام، يجمع بين القيادات وبين المجتمعات، والمجتمعات تناقش التحديات التي يواجهونها ويناقشون دورهم في تطوير وتنمية البلد. إذن التواصل عبارة عن طريق مزدوج، ينبغي أن يكون متسقا. وحينما يكون أي تحدي فإن منصة الحوار دائما تنهي الخلافات. شكرا جزيلا. مستر بريك، لتحقيق عملية بناء السلام لابد من اللجوء لعدد من الآليات. ما هي أهم الآليات التي يمكن من خلالها بناء السلام؟ على سؤالكم. آليات لبناء السلام، أولا عن طريق براينا بناء الثقة. آليات مهمة، هو أول آليات هو حوار. عن طريق الحوار نحن ممكن نستطيع بناء الثقة بين أطراف الصراع. ولكذا آليات ممكن بيجوا عن طريق مثلا كما أنا قلت في كلمة الأولى عن إن مبادرات الكازاخستان في بناء السلام، في بناء الثقة. علينا مثلا نجمع على الطاولة الأطراف الصراع، وفي هذا الأمر مهم وسيطة مثلا الطرف الذي مش الطرف الصراع، مش الطرف الصراع. وعشان كده نحن علينا أن نعمل على أولا، طبعا صعب أن نجد الآليات المشتركة،
الذي ممكن نستخدمه في كل صراعات أو خلافات. ولكن هذا أهم حاجة، أن نحن علينا نصل إلى احترام متبادل، علي أن نستمع إلى أفكار الطرف الثاني عن طريق هذا، ونصل إلى احترام المتبادل، ممكن نقيم آليات ملائمة. شكرا. مستر تاغنوير جاتسو، هل يوجد نموذج موحد لبناء السلام في كل النزاعات؟ شكرا جزيلا. لا أعتقد أن هنالك طريق واحد للوصول إلى السلام، هنالك عدة طرق، ولكن أهم العناصر في هذا السياق هو محاولة تجنب الصراعات، محاولة تجنب اندلاع النزاعات، وهذا له أهمية كبرى. وبالتالي الحيلولة دون وقوع الصراعات والوقاية من الصراعات له أهمية كبرى في هذا السياق. ومن العناصر الأخرى أيضا هو التنمية الاقتصادية وإعطاء الشباب فرص عمل وإدماجهم في أنشطة تنموية لبناء اقتصادهم وبناء بلادهم، ومشاركتهم في منتدى شباب العالم أيضا هو وسيلة فعالة، وهذا يتطلب أيضا التدريب والتعليم والانضباط وسياسات شمولية، سياسات للاقتصاد الشامل لإدماجهم في النشاط الاقتصادي. شكرا لكم. السيد أحمد الداوي، باعتبار حضرتك من الناشطين في العمل التطوعي، اشرح لنا دور المجتمع المدني في دعم وبناء السلام. هو السلام في النهاية هو ليس فقط حالة غياب النزاع أو الحرب، هو أيضا حالة أن ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة وأن يمارس حياته بشكل اعتيادي وطبيعي. لذلك دور الشعوب، دور المنظمات اللي بتعبر عن هذه الشعوب أيضا كمنظمات مجتمع مدني، دور محوري في هذا المجال. إذا نظرنا لدور المنظمات الشبابية على سبيل المثال في دعم جهود بناء السلام في إحدى الشبكات المعروفة تتعلق بشبكة بناء السلام من الناشطين الشباب، واللي كانت ناشطة جدا إلى درجة أن حثت مجلس الأمن على اعتماد قرار في مجال بناء الشباب والأمن في مجال العمل اللي بنقوم فيه في المنظمة الكشفية العالمية. إحدى مبادراتها اللي أنا حقيقة فخور جدا فيها اسمها مبادرة رسل السلام، وعبر مبادرة رسل السلام استطعنا أن ننجز أكثر من مليار ساعة لبناء السلام، وحقيقة لخدمة المجتمعات وساعات سيرفيس أورز في مجتمعات في 169 دولة حول العالم. قبل 3 أو 4 أسابيع تقريبا في اليوم العالمي للسلام في الأمم المتحدة ذهب وفد من الكشافة من مختلف دول العالم للقاء الأمين العام السيد غوتيريس، واعتقدنا بأنه أفضل ما يمكن أن تهدي للأمم المتحدة في اليوم العالمي للسلام هو ليس فقط الحديث عنه، لكن أيضا التأشير على ما يقوم فيه الشباب في مجتمعاتهم، سواء في رواندا أو في إثيوبيا أو في أوغندا. هذا الشغل اللي عماله بتم أو مع اللاجئين السوريين أو مع اللاجئين في مختلف بقاع العالم، جهود الإغاثة في دول زي البيرو زي سريلانكا اللي قاموا فيها المنتسبين للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، هي مثال واضح. إذا حدثينا عن الصعوبات اللي بواجهوها يمكن بعض الأحيان، معظم هذه الصعوبات لها علاقة بأخذ الدعم اللازم، أخذ الدعم، والدعم مش مادي بالمناسبة، مرات الدعم بيكون فقط لإعطاء الفرصة ولا تقدير جهودهم، للقيام بوضع التشريعات الملائمة لهم حتى يقوموا بعملهم. فأنا اللي بشوفه ومعظم المشاركين من الشباب والشابات في هذا المنتدى بيمثلوا منظمات شبابية وشركات ومشاريع فردة. إذا كنا جادين حقيقة في جهود بناء السلام،
هذه المبادرة والحديث إلى الشباب مباشرة بأن يكونوا رسل للسلام، أن يكونوا سفراء حقيقيين للسلام في مجتمعاتهم. هذا اللي سيحدث الفارق، لأن كما القضية ليست فقط غياب نزاع أو حرب، لكن أيضا قضية استثمار حقيقي بجهود الشباب وإطلاق طاقاتهم. أنا كلي أمل حقيقة، وأنا أقولها كلي أمل، بأنه وجود ثلثي شباب المنطقة العربية في سن الشباب اليوم هو حقيقة رأس مالنا الحقيقي اللي ممكن أن يعيد المنطقة لانصافها مرة أخرى. نصف الدول العربية كما تحدثنا تمر في مناطق نزاعات ومناطق أوضاعها الأمنية هشة. أمامنا فرصة تاريخية اليوم، ومرات يعني لربما يعني بتفكري أنه كمان 50 سنة وستين سنة الأجيال القادمة كيف ستنظر إلينا وكيف ستنظر إلى ما قمنا فيه لإطلاق طاقات الشباب اليوم. فجهود المجتمع المدني في غاية الأهمية، جهود المنظمات الشبابية في غاية الأهمية. بالمناسبة في مصر فقط هنالك أكثر من 1,000,000 منتسب للحركة الكشفية اللي ساهموا في مبادرة رسل السلام بخدمة مجتمعاتهم بتقديم العمل التطوعي اللي هو في غاية الأهمية. وقضية العمل التطوعي هي هامة جدا، وبدي أحيي حقيقة الكثير من المتطوعين الموجودين اللي قاموا على خدمة هذا المنتدى. الكثير من تحدثت إليهم وشباب حقيقة، أكثر من شاب وشاب تحدثت إليهم كانوا يحكوا لي بسألهم أنتم مشاركين ولا ما. صدقوني يعني أنا أطلب من كل المشاركين إذا وجدوهم إنهم يشكروهم، لأنه كل ما يرغبوا فيه هو عكس صورة طيبة عن بلدهم، عكس صورة طيبة وصورة حقيقية عن بلدهم. وأنا أعتقد للشابات والشباب المنظمين تحديدا والمتطوعين في هذا المنتدى، أنا أقول إنه مصر ليست فقط بخير، هي أكثر من بخير بهمة شبابها وبهمة القيادة إن شاء الله. شكرك يا فندم. طيب أنا عايزة يعني نتكلم سريعا جدا في خلال 30 ثانية في توصيات أو recommendations each and every speaker، نوع من أنواع التوصيات أو حاجة أنت عايز تقولها للشباب منتدى شباب العالم. أنا ما أقدر. هو الحقيقة مثل ما ذكرت في بداية الكلمة، لا يحق لنا أن نعلم مصر معنى التعايش والسلام. أشكرك. كلمة أخيرة، كلمة هي إنه الشباب قوة فعلة، فقط يجب أن نثق بهم ويثقوا بنا لبناء المستقبل. شكرك. Last word. Thank you very much. شكرا جزيلا. أود فقط أن أقول إن بناء السلام هو وسيلة طيبة لبناء الدول، ولكننا ويمكننا أن نعتمد على الشباب، ولكننا يجب أن نتبع سياسات لإدماجهم. شكرا. ننظر إلى المرايا ونرى ليس إنجازاتنا ومع ذلك مشاكلنا قضايتنا، وبذلك مهم جدا أن نركز على قضايا الشباب. وبهذا الشأن نحن نرحب بكل الترحيب وندعم هذه المبادرة عن عقد هذا المنتدى المهم. أشكرك. أعتقد أنه ليس هناك سلام في العالم بدون أن يكون هناك قبولا لهذا السلام ومشاركة للشباب، مشاركة الشباب هامة للغاية في هذه المعادلة. يجب أن نستغل الشباب، نستخدم الشباب، ويجب أن يساهم في بناء السلام. ثانيا، فأن الشباب يجب أن يشعر بالانتماء لهذا العالم، وأن نتأكد أن لهم دور في هذه العملية، عملية إحلال السلام. وبالتالي يجب أن نشركهم، ويجب أن يكون هناك تنمية لقدرات هؤلاء الشباب حتى يستطيعوا أن يشاركوا في عملية إحلال السلام بكرامة، وأن يكون لديهم دائما مساهمات بناءة. لا سلام بدون تنمية، لا تنمية بدون سلام، ولا سلام ولا تنمية بدون استماع حقيقي للشباب وإدماجهم بمساحة العمل العام. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حد من حضرتك أي تعقيب أو حضرتك حابب تقول لنا أي حاجة؟ أنا اسمحوا لي في الأول
أشكركم جميعا على المساهمات اللي قدمت من السادة المشاركين في الموضوع المهم قوي اللي هو دور القادة وأهمية السلام. لكن اسمحوا لي، أنا ما أعرفش الوقت اللي هتدوني قد إيه عشان أخرجش عن متاح لي قد إيه، خمس دقايق مثلا؟ لا 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 براحتك يا ريس. لا خلوني أقول لكم إن كتير من اللي إحنا أو كتير من الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه ده بيرتبط برؤية القيادات السياسية في العالم أو في القيادة السياسية في كل دولة، رؤيته قدرته على هو وحتى المجموعة اللي بتقوم بتشكيل وصياغة الرأي أو القرار اللي هو قد يؤدي في النهاية إلى الدخول في صراع سواء كان على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي. يعني عايز أقول إن أحد العناصر في تقديري التي تؤثر على السلام سواء السلام الداخلي في الدولة أو بين الدول وبعضها البعض هي رؤية القيادات السياسية اللي قد يكون إحنا ما نقدرش في جميع الأحوال بشكل أو بآخر نحن نتدخل في اختيارهم. كل دولة من خلال شعبها بتختار الحاكم اللي موجود بالانتخابات أو بأي أسلوب آخر، وبالتالي بقى هو النهاردة بيمتلك أدوات وقدرات الدولة دولته، فهو حسب قناعاته توجهاته وقبل منهم رؤيته. أفتكر كتير أوي هيتأثر السلام بالعامل ده اللي هو القادة، قادة الدول وقناعاتها وتوجهاتها ورؤيتها في حل المسائل، كل المسائل. النقطة الثانية اللي أنا عايز أتكلم فيها هي قدرة القيادات على قراءة الموقف والقراءة الحقيقية للموقف، أي موقف سواء كان الموقف ده علاقات مع دول أو مواقف داخل دولته بالفعل. القدرة دي بتختلف من شخص لآخر حسب، أو من قائد لقائد أو من رئيس لرئيس أو من زعيم لزعيم أو حاكم لحاكم، بتختلف من واحد لآخر حسب الخلفية الثقافية والفكرية والبناء العلمي اللي هو تم إعداده به، وكمان التجربة اللي هو يمتلكها سواء كانت تجربة تاريخية هو أرى عنها وشافها يعني عايشها، أو من خلال المساعدين اللي موجودين معاه. لما نيجي نتحدث عن رؤية زي رؤية الرئيس السادات في السلام كانت مبنية عن تجربة الصراع وآثاره، ومش بس هو، وحتى الرئيس السادات لما كان خد هذا التوجه في بناء السلام اللي احنا بنعتبره عمل متفرد في عصره، لأن كتير من في الوقت ده من يعني ما يقرب من 50 سنة تقريبا ما كانش يقدر أبدا. أنا بكلم الشباب اللي موجود من مصر ومن العالم، وأنا تحدثت في الموضوع ده قبل كده وقلت إن ما كانش حد أبدا ممكن يتصور إن لما رئيس السادات طرح رؤيته أو فكرته للسلام ممكن كانت تبقى مقبولة مستساغة من الرأي العام في المنطقة اللي احنا موجودين فيها. لكن دي تجربته ودي رؤيته، وبالتالي لما اتحرك من خلال التجربة شافها وقد ايه ان تمن الصراع وتمن الحروب ضخم جدا على الدول وعلى مستقبلها، تحرك بإيجابية ودفعت من التمن. مش هقول بان هو التمن كان اغتياله زي ما الناس فاكرة، لا، التمن اللي هو الجهد اللي فضل يسابر عليه عدة سنوات حتى توصل الى الاتفاق وتوصل الى السلام اللي هو مستقر وثابت الان، وبقى جزء من قناعات المصريين اللي زي ما زميلي قال ان هم يساوي تقريبا تلت شباب او تلت سكان المنطقة العربية. فالتجربة والقناعات اللي بتتشكل لدى القادة نتيجة هذه التجربة قد تكون سبب
في إيجاد حل أو في أن يكون السلام جزء من البناء الإنساني لهذا القائد وبالتالي أو لهذا الرئيس أو هذا الحاكم وبالتالي استعداده للدخول في صراع استعداده لتحمل نتائج عدم الدخول في صراع بتزيد لأن تجربته وخبراته اللي اكتسبها سواء بقول بشكل مباشر أو غير مباشر مكنته أنه هو يعني يتحمل ولا يدخل في صراع لأن الدخول في صراع في حد ذاته بعد ما الدولة تدخل في صراع بقى قدرات الحل حل هذا الصراع ليست بيد صاحب القرار بقت في عوامل أخرى عوامل خارجية وعوامل داخلية ممكن قد تحد من قدرته على إيجاد حل للصراع اللي هو دخل فيه في نقطة اتقالت من الشيخ ناصر عن الرواية الوطنية وأنا أتفق معه في هنا أتفق مع النقطة دي نقطة مهمة قوي عايزين نلقي الضوء عليها بناء السلام الاجتماعي داخل الوطن الواحد قد يجنب الدولة الدخول في صراعات أخرى لأن قد يلجأ الحاكم ان هو لاجل انه يوحد الرأي العام الداخلي في بلده او لاكتساب مكانة ان هو يدخل في صراع فدي نقطة اخرى مهمة قوي ان المسؤول الرئيس الحاكم يبقى حريص جدا جدا على ان هو ينمي ويطور بناء السلام الاجتماعي داخل بلده وعايز اقول لكم تجربتنا هنا في مصر لكل اللي موجودين معانا في المؤتمر واللي بيسمعونا دلوقتي احنا حرصنا جدا على ان حتى واحنا في مواجهة مع التطرف والارهاب كنا حريصين جدا على ان الموضوع ده ما يكونش ابدا يترتب عليه يعني بناء عدائيات داخل المجتمع بقدر الإمكان باستخدام الوسائل في أقل حدود استخدامها عشان ما يكونش ليها تأثيرات جانبية وبقول الكلام دوت عشان تكلموا عن دور المرأة وتكلموا عن دور الشباب أو أنتوا تكلمتوا يعني عن دور المرأة وعن دور الشباب في المجتمع احنا هنا في مصر لما جينا نتكلم عن دور المرأة ما تكلمناش بس بقوانين وبإجراءات لا احنا اتكلمنا بممارسات تستهدف ان احنا ومش هقول ان احنا ندفع بالمرأة في المكان الذي تستحقه لا احنا حاولنا ان احنا ندي مثال او نخطو خطوة حقيقية قوية في تقدير واحترام المرأة في مصر واعتقد يعني ممكن زي ما اتقال ممكن تقول الارقام نقول ان احنا عندنا في الوزارة عدد من السيدات تشارك دلوقتي 8 ولا 9 ولا ممكن نزودهم اكتر من كده يعني مش يعني نسمح ونتيح الفرصة للمزيد منهم لكن انا عايز اقول هي الفكرة التوجه لدى القيادة وبناء هذا التوجه لدى الرأي العام لان هو ممكن اول ان احنا نحط اعداد كبيره ويبقى ده شكل يعني مش عايز اقول انما بناء ده في نفوس الناس من خلال احاديثنا المتكرره وبناء وعي حقيقي على عدم التمييز بين الرجل والمراه ده ما امر لما نقوم به في مصر بشكل مناسب على مدى سنوات متصلة وبعد مننا إن شاء الله يترتب عليه إن السلام الاجتماعي داخل المجتمع ينمو ويزيد نفس الكلام للشباب كان عندي مشكلة لأن الشباب المصري شباب نقي جدا وقوي جدا وعنده إقدام شديد على التغيير وعايز يغير الواقع اللي هو شايفه
مش كويس. طيب انا ما كانش شايف، انا بقول لكم عشان اتقال الحوار واتقال التواصل، وانا اتفق معكم في ده. انا ما كنتش لاقي ايه السبيل اللي اقدر اكلم بيه شباب مصر عشان اقدر اقول لهم الواقع اللي احنا فيه، واسمع منهم ويسمعوا مننا كلنا. فما كانش فيه غير الفكرة برضو قالها الشباب، قال طب ما تعمل مؤتمر للشباب. انا بقول على بداية فكرة هذا المؤتمر او هذا المنتدى دلوقتي، ان احنا نعمل مؤتمر. والكلام ده كان في اول لقاء عملناه، كان في نوفمبر 16، والحقيقة نتائجه كانت هائلة. وقلنا طب ما نكمل ونعمل لقاءات متواصلة كل شهر ونص أو شهرين لشباب مصر زي ما احنا قاعدين كده. ثم تطور الموضوع كمان وعملنا منتدى الشباب الأول في 17 العالمي، ثم المنتدى الثاني اللي احنا موجودين فيه. الخلاصة اللي أنا عايز أقولها أن بناء السلام الاجتماعي اللي هو عملية أنك أنت كمسؤول في الدولة أو مسؤولين في الدولة توجد منصات للحوار والتواصل وبناء الوعي الحقيقي اللي أنا دايماً عايز ودايماً أتكلم فيه هنا في مصر، وأقول مشكلة كبيرة جداً إن صحيح التواصل وشبكات التواصل الاجتماعي والثورة اللي حدثت في وسائل الاتصال كان ليها عوامل إيجابية، لكن كمان كان ليها بعض السلبيات محتاجين إن احنا نتجاوزها. فكان تجاوزها إن احنا يبقى فيه اتصال مباشر من خلال مؤتمر زي اللي احنا موجودين فيه ده، نسمع بعضنا ونتكلم مع بعض ونشرح قضايانا ونقول التحديات اللي بتقابلنا ونسمع رد الفعل من شبابنا. بالمناسبة أي إنسان سوي، شاب كان أو كبير يعني في السن، طالما أنك أنت بتوجد حوار منطقي وموضوعي معاه هتجد ان هو مستعد ان هو يتجاوب معك ويتحمل معك. انت تكلمت عن البطالة، صحيح البطالة في بلدنا عامل مهم جدا، لان احنا عندنا تحت سن 40 ما يقرب من اكتر 65 مليون، اقول الرقم يعني. طب ده رقم كبير جدا جدا، واذا كنا في سوق العمل وانا بقول الكلام ده للمصريين وكمان للزائرين اللي موجودين معنا من شباب العالم. طب انا لو في مصر او في دولة زي مصر وانتوا بتشوفوا النتائج بتاعت دي، وارجو ان اذا كنت انا بخرج بالنقطة لنقطة بالقفز كده تبقوا متابعين الفكرة يعني. طب اذا كنتوا انتوا بتتكلموا عن البطالة والعالم كله بيتكلم على ان احد اسباب عدم الاستقرار الداخلي في بعض الدول او الهجرة غير الشرعية هي البطالة، طب يا ترى الدول المتقدمة، الدول التي لديها الفرصة، الدول التي انجزت، هل مستعدية ان هي تتشارك مع الدول التي ليست لديها الفرصة، ليست لديها القدرة، تديها جزء من الفرصة المملوكة لديهم؟ يعني مستعدين يدونا نصيب في السوق العالمي عشان نقدر نوفر لأبنائنا وشبابنا وبناتنا فرصة عمل؟ ولا إذا جت الموضوع يرتبط بالمصالح نجد إن ردود الأفعال تبقى مختلفة. أنا بطرح الطرح ده لينا كلنا. إذا كان أنا عندي في مصر هنا تقريبا 800-900 ألف وقد يصل للمليون شاب كل سنة وشابة يخرجوا لسوق العمل، طب تتصور ان الفرص العمل اللي ممكن تتوفر لهم ازاي ومنين؟ طيب هل الدول المتقدمة اللي هي ما عندهاش المشكلة ديت، لما يتكلم النهاردة ان هو عنده 4% او 5% نسبة بطالة، عنده استعداد يديني او يتشارك معانا مع دول زي مصر والدول اللي زي موجودة في إفريقيا، عنده استعداد ديها فرصة إنها تبقى عندها مشروعات تشغل فيها شبابها وشاباتها عشان نحل المسألة؟ إذا كنا عايزين نحل المسألة فلابد إن الناس دي يبقى عندها الأمل،
ما بقاش الشكل، ما هو الامل مش هيتبني فقط بالكلام. ما نقدرش نقول للشباب مصر ما اطمن كل حاجه هتبقى تمام، بس اصبر معايا شويه على طول. وممكن اصبر معاك شويه بس مش هصبر معاك للنهايه. فيا ترى المصالح، ودي احد النقاط اللي انا يعني بتكلم عليها، ان هي الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه، بتتكلموا عن السلام. اه طب ما النهارده المصالح بتاعت الدول انا جبتها بشكل لطيف ويعني مهذب. طب ما المصالح احيانا بتدفع الدول انها تدخل الدول في صراعات لاسباب خاصه بمصالحها هي، ودي امر لابد من وضعه في الاعتبار. المصالح اللي هي مصالح الدول اللي بترى في ان الصراعات في الدول قد تكون مفيده ليها حتى لو كان تمن ده بشر. النقطه اللي كلمتوا فيها برضو هي الاليات الحاليه لحل الصراعات، وانا كنت اتكلمت في النقطه دي مع شباب مصر وفي مؤتمر سابق، وقلت ان قبل 45، قبل سنه 1945 كان العالم مختلف، وكان القوي يستطيع انه يفعل اي شيء. النهارده بعد اليات الامم المتحده ما اتشكلت وبقت موجوده، هذا الامر تم السيطره عليه بشكل كبير، وده تطور كبير في الانسانيه. لكن اتصور ان بعد في خلال ال 30 40 سنه الاخرانيين احنا محتاجين نطور في اليات العمل التي تعمل من اجل منع الصراعات واحلال السلام في العالم. انا طبعا ما اتكلمتش على يعني المعايير المزدوجه وقد ايه هي ممكن تؤدي الى نشوء الصراعات. المعايير المزدوجه في التعامل مع القضايا المختلفه، ممكن مع قضيه معينه يبقى في راي وفي قرار، ونفس القضيه لدوله تانية ما يبقاش لا ليها الراي، يعني ما يتعملش لا الراي ده ولا يتخذ القرار. انا بعتبر المعايير المزدوجه في التعامل مع القضايا المختلفه هو التفاف على اليات العمل الدوليه اللي اتشكلت لحل الصراعات ومنعها. ده انا اتصور ان هو ده عباره عن اختراق لهذه الاليات والتفاف عليها. خليني يعني اختم كلامي بان في مصر يعني لكل اللي موجودين معانا هنا، انا اتكلمت عن بناء السلام الاجتماعي. انا عايز اقول لكم من 5 سنين او اكتر شويه، كان لما تبصوا على المجتمع المصري تجد ان هو في حاله انقسام شديده جدا، حاله انقسام شديده جدا. وخلال وانا مش بقول ده نابع من يعني مش بشاور على نجاح، يعني ما اقصدش كده. لو انتم تصورتوا ان انا وانا بتكلم معاكم ان انا بهدف ان انا بنقدم نفسنا يعني، يبقى الحوار مش لا يليق يعني. لكن انا عايز اقول لكم ان تجربتنا ان فعلا التآخي والعيش المشترك والتعامل بشكل متساوي مع كل المجتمع ده احد عناصر بناء السلام الاجتماعي الحقيقي. وخليني اقول لكم يعني الحادثة اللي حصلت اول امبارح اللي هي الاعتداء على اشقائنا ومواطنينا المصريين. وبرضه انا بقول للناس اللي موجوده هنا، احنا في مصر ما بنقولش دلوقتي ما بنميزش بالدين، ما بنقولش ده مسلم وده مسيحي، لا ابدا. احنا بنقول دلوقتي هو مصري، هو مصري. لما يسقط المصري ايا ما كان هو مين يؤلمنا ويؤلم كل المصريين. خلي بالكم من النقطه دي،
لما يسقط المصري لحادث إرهابي يؤلمنا ويؤلم كل المصريين. وأنا مستعد أخليكم يعني تتجهوا إلى الرأي العام في الشارع المصري وتسألوه عن رد فعلهم على أي واقعة تستهدف أشقائنا ومواطنينا من المسيحيين. قد إيه يؤلمهم ده؟ زيه بالضبط زي ما بيستهدف، يعني لما يستهدف مسجد ويستهدف كنيسة رد الفعل والتأثير واحد على الاثنين. ده أمر اتبنى برضو، الموضوع ده ما كانش موجود قبل كده، لكن برضو بقول لو كان في رؤية والرؤية دي مبنية على قيم ومبادئ وقناعات للقيادات بتاعت الدول دي في انها تتعامل مع مواطنيها دون تمييز، لا تمييز بين رجل وامرأة ولا تمييز بين دين ودين، الكل سواء. والكل سواء مش كلام يتقال، لا دي ممارسات لازم تتعمل ولازم تتنفذ، والممارسات دي تتحول إلى سياسات وآليات عمل مستقرة في الدولة عشان يبقى ليها الاستدامة، ما تنتهيش باتهاء حد. احنا عندنا هنا قوانين بتنظم قعدت 150 سنة تنظم بناء البناء اسمه البناء الموحد، كان من ضمنها بناء الكنائس في مصر. قعد 150 سنة هذا القانون ما يخرجش في مصر. القانون ده احنا خرجناه حتى نعمل استقرار في هذا الأمر وننهيه. قبل كده ما كانش فيه أبدا دولة بتفكر، أنا بتكلم على مصر، ما كانش فيه دولة بتفكر إن هي تبني دور عبادة لمواطنين غير في مصر، أنا بتكلم غير المساجد. دلوقتي لا، الدولة بقت معنية بأنها تبني في كل مجتمع جديد وحتى حل مسائل للقديم، تبني الكنائس لمواطنيها لأنهم لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع. ولو إحنا عندنا في مصر هنا ديانات أخرى نحن كنا سنبني لهم دور عبادة لهم. لو في عندنا يهود هنبني لهم، لو في عندنا ديانات أخرى هنعمل. ليه؟ لأنه ده حق المواطن أنه يعبد كما يشاء. المواطن يعبد وبالمناسبة أو لا يعبد، ده موضوع إحنا ما نتدخلش فيه، ده موضوع إحنا ما نتدخلش فيه. وأنا صحيح، ولما اتكلمنا وأطلقنا هنا في مصر تصحيح الخطاب أو تصويب الخطاب الديني، أنت اتكلمت على أن الصراعات كلها متمركزة في المنطقة دي. الموضوع ده مش لابد أن احنا يعني بغض النظر بقى عن فكرة المؤامرة وكذا وكذا، مش موضوع نتوقف فيه. اشمعنى المنطقة دي اللي فيها حجم ضخم من الصراعات، وليه فيها أكبر نسبة من اللاجئين، وليه نسبة أكبر نسبة من الضحايا؟ فأنا أطلقنا من وأنا بتكلم هنا عن الرؤية، القدرة على أنك أنت ترى الواقع بشكل متجرد بدون أي غرض، وتستطيع أن تطلق الأمر ده وتتحمل تبعات ما تتكلم به. تصويب الخطاب وتصحيح الخطاب الديني ده أحد أهم المطالب اللي احنا بنرى في مصر ان احنا محتاجينها في منطقتنا او في العالم الاسلامي على الاطلاق. مش ممكن يكون مفردات واليات وافكار كانت بيتم التعامل بها من 1000 سنة او من 700 سنة وكانت صالحة في عصرها ونقول ان هي ممكن تبقى صالحة في عصرنا. لا يمكن، لابد ان احنا نوجد، احنا ما نتكلمش في تغيير دين، ولكن ده امر كمان مهم قوي، ازاي انت تقنع اصحاب العقول واصحاب الرأي واصحاب المعنيين بهذا الامر انه في عنده مشكلة حقيقية، في عنده مشكلة حقيقية في خطابه في فهمه للدين اللي بيتعامل بيه في العصر ده. احنا بنتكلم في ايجاد مفردات
لخطاب ديني تتناسب مع عصرنا. وبعد شوية بعد يمكن 50 سنة هنبقى محتاجين كمان ان احنا نطورها بتطور المجتمعات. انا طولت عليكم بس انا سعدت جدا، الحوار كان ثري جدا، وبشكركم وبشكر شبابنا اللي بيستمعوا. شكرا جزيلا. اشكرك جدا طبعا يا سياده الرئيس، واشكر المتحدثين على البانل. ثانك يو سو ماتش. وطبعا يعني بجد مبسوطه جدا ان حضرتك شاركتنا بالكلام ده، بس احب اقول في الختام نحلم جميعا بغد افضل، نحلم بجيل اكثر وعيا واكثر ادراكا لاهميه السلام في حياه الشعوب، نحلم بخلق قاده شباب تدرك قيمه السلام، نحلم بهذا الحلم وسنحلم وسنصل. اشكركم كلكم، واحب انوه انه جلسه اجنده افريقيا ان شاء الله ستعقد الساعه 12 الظهر. اشكركم، السلام عليكم. World Youth Forum under the auspices of His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi.